الاسم ديالي اخويا سميتي رشيده، راه نزلت علينا هذا بحال القنبوله، راه هذا الوباء هو اللي حفظ هاد الناس وهاد الشارع اللي ما كانش عامر، راه الحوانت مشدودين، راه شنو نقول لك، ولفات الناس تكون في هاد الشارع. كنا كنفطروا سيدي، كنا حاطين الطبله ديال الفطور كيفطروا الناس، حتى نزل هاد الشتاء دخلت خرجت عجاجه من هنا وعجاجه من باب الدار من هنا من جهه الجامع، شد عباد الله سخف، الوالده سخفت، اختي عندها سكرت هي غابت، حنا ما عرفنا منين نخرجوا، كل شيء ولا ابيض. صافي شفنا الموت حدانا، بغيت نشهدو شفنا الموت، لان هذا الشيء راه عينا نعيطوا له، ماشي دابا عينا طالعين هابطين، هذه سنين، هذه منين كان الوالد بالحياه، هذه 70 عام وحنا نعيطوا، هنا كانت عندنا كشينه، كنا كنسرحوا القوادس من هنايا، عينا ما كاين اللي ما كاين حتى شي حاجه، حتى واحد اللي عينا طالعين هابطين ما كاين حتى شي حاجه، الشتا الناس نعسوا وحنا تنخرجوا للسطور هذا الماء، القوادس كانوا عندنا هنايا عاد بدلناهم، عينا نعيطوا لعباد الله، ما كاينش اللي يشوف من حالنا، حنا دابا تناشدوا تنعيطوا لسيدنا، الله يخلي لنا سيدنا ويشافيه ربي ويطول له يطول له عمره ويخلينا الاسره العلويه، حنا تنعيطوا لسيدنا يوقف معنا ويشوف هاد المسؤولين اللي هاد الشارع ما شافوش من جهته، ساينا انقاذ فاس، انقاذ فاس هي هما يبداو هما يبداو، حنا كنساينو ما كاين حتى شي حاجه، عينا طالعين هابطين ما كاين حتى حاجه، حتى مسؤول اللي جا عندنا من غير واحد، حتى شفناه تيحفر هنايا مطلع الزوار، حسبنا راه كيصلح، راه سردوه انقاذ فاس يصلح، هو سيدي ما عرفت منين جا قال لك كان تيبني، حتى قلنا له حبس هذه راه الدار ديالنا منين جاتك، شكون نتايا؟ دابا حنا ما عارفين شكون، هو اللي راه كانت مدعمه بديك الخشب ديالها، ساسها زاد كمل عليها. هذا عبد الحق تيال كيهضر معاكم، هاد الدار هذه الله يجازيكم بخير في مهدده للترياب، كاين دايرين بها اربعه ديال الدير وحدة اخرين، هاد الدار هذه دخل لها واحد السيد دخل في حال مسؤول باش غادي يخويها من التراب، صدق شاريها وكيبني وزول العمد اللي فيها، كانت معمده الناس كان معمدينها وزول العمد، هاد العمد اللي زول الجهه ديالو كانت رايبه، بدا كيبني، سبقنا عليه، ملي سبقنا عليه بقى داك التعمد هكاك، صدق داك السور هذاك رابع الزنقه، وهاد الزنقه هادي راه فيها سويقه، سويقه عامره بالبشر، الحمد لله اللي ما كان حتى واحد ما مات حد ما تقص حد، دابا المهم اللي كنهضروا فيه الله يجازيكم بخير ويرحم الوالدين، هاد المضر هذا خصها تسز على هاد الناس هادو، هاد الناس هادو راهم ضروريين بزاف، وفيهم الناس الكبار، اللي فيه مرض السكر، ها اللي فيه مرض الطنسيون، ها اللي فيه امراض مدمنه، فيهم الامراض مدمنه بزاف، هاد الناس الله يجازيكم بخير نبغيكم هزوا عليهم هاد المضر الله يجازيكم بخير. هادشي اللي كيطلبوا هاد الناس هادو، ما كيطلبوا حتى شي حاجه، كيطلبوا غير المضره تهز، داروا اربعه شكايات داروا، وغير من الوباء لهنا، من الوباء لهنا داروا اربعه شكايات، وكاينين عندهم اربعه ولا سته ديال الشكايات قبل الوباء، اربعه ديال القياد اللي دازوا في الدائره وعندهم هاد الشكايات هادو معروفه هاد الشكايه، وهاد الدار هادي راه عندها شي دوسي مخبع ما عرفناش فين هو. السلام عليكم بدا، الاسم اخ سعيد الجناتي، من سكينه مدينه فاس العتيقه. اللي وقع اخي راه غير بيستر، هذا راه شارع عمومي، ومنين طاح هاد الشيء بحال شي زنزان، سمعنا حنايا من نسكن في الجوطيه، وهاد البلاصه كنسمعوا داك الضربه خطر، جاب الله ما كان دايز حتى شي مواطن، وهذا راه شارع عمومي، فهمتي؟ راه كدوز منو جميع الشريحات ديال النصارى، زوار، الناس الساكنه المجاوره، هنا راه دي طريق، الدرجات على شارع عمومي، وكيدي العشابين، كيدي الصاغه، وكيدي النواريين، وكيدي العطارين، وما تيخواش سريع حساس، وليه ها ما وقع حتى شي حاجه، بالله كان شارع خاوي، وكان عامر راه غتوقع، ها ربي هذه معززه، معززه هذه ربانيه. دابا انتم شنو كطالبوا؟ وكنطالبوا بالاصلاح ديال هذا الحيبة هذا هو الاول، وتنشوفوا الناس اللي ساكنين هنا هما مجا ساكنين وليدات، انا دابا راه ولاد حومتي وكنشوف هذه الحاله، وليداتهم اللي مجاورين عندهم الباب ديالهم تتخرج في الدار هذه، راه هما زعما جالسين في خطر وليداتهم هذه، وهنا حنوش محمد المختار كنسكن في الجوطيه القفازين 23، انا بائع متجول كندير الديسير، كندير الديسير من جميع الاشكال من جميع الانواع، انا جيت مع السبعة الصباح في الرشت حطيت السلعه ديالي جلست للارض، جا واحد الكليان لعندي ياخذ من عندي الديسير، جا ياخذ من عندي الديسير، قلبت على الميزان ما لقيتوش، نقصت دخلت انا نقصت من حداه ما كملاش، ما يلا انا وصلت لهنا لباب الدار من عند هذا الحانوت هذه لهذا باب الدار،
حتى الصور هو تقلب عليا، مشات لي السلعه ديالي 6000 درهم ديالي ديال السلعه مشات ليا، وضعت في رزقي وضعت وهاد راني مازال كنعاود نقولها راه كاين مول هاد الفلوس اللي مسلفها ليا انا ما عنديش. هادشي قديم، هادشي عنده اكثر من 100 عام باش هو هكاك. جا واحد السيد باش يخملو بدا فيه وما كملوش، مشى في حالاته، خلى لنا داكشي هكاك. السقوفه زالوا ديال ديك الخربه، زالوا ما بقاوش، بقاو دوك السوار زالوا دوك السقوفه، بقاو متقوبين. هاد الصباح كيفاش وقع؟ حنا براسنا تفاجئنا. انا فلت، غير فلت لوليداتي، انا غير فلت. وعندنا الضرر لداخل في الدار، عندنا الفيران، عندنا لي طوبات، عندنا الحنوشه، عندنا الوسخ، الناموس. حنا بوليدات خمسه د العائلات ساكنين هنا، وانتم غتدخلوا وغتشوفوا داك الشيء. كنطلبوا من السلطات المعنيه بهذا الشيء هذا تهود لعندنا وتشوف من حالنا وحال ولادنا وتشوف لنا هذه المسائل هذه.